عشان كده بنقول للقراي والجماعة المعاو والشيوعيين والشلليات العلمانيين الدارين يحاربوا كلامنا ده بكلمة إنه ديل كيزان، نقول لهم دي ما بتمشي تاني، لأنه بيلقوا الحجج كلام موثق. ما جبنا لك حاجة إلا بوثيقة، الكتب دي جبناها كلها، تكلم لك عنها بالوثائق بأرقام الصفحات، صورناه قدام، عرضناه للشعب السوداني وللجماهير. لو في أي حاجة غلط في كلامنا ده تعالوا ورونا. لو القراي وجماعته رجال وبيقدروا يواجهون الليجون الآن احنا موجودين في المكان، أو في أي منصة من منصات الإعلام، أو في أي تلفزيون من التلفزيونات اللي عاجباهم، أو في القناة بتاعت سونا، نحن جاهزين نناظر القراي وأي جمهوري معاه وأي شيوعي بيطعن في ديننا وبيتكلم عن إسلامنا وعن حرماتنا وعن أخلاقنا، نحن جاهزين نناظر. والله لو بلغت عمامته عنان السماء نحن جاهزين له. ما بتمشي معانا قضية إنه ديل كيزان وديل مع النظام البايدن، انتوا بتعرفونا بتعرفونا جيدا، وقواد الحرية والتغيير الموجودين ديل لقونا نحن قاعدين جوا المعتقلات معاهم، كانوا وزمن الكيزان بسجنهم، نحن قاعدين مع في المعتقلات جوا، هم بيعرفونا كويس. ونحن كنا في الداخلية في جامعة الخرطوم من سنة 2004، نحن ما بنقدر ننوم زينا وزي الطلبة في الحوش برا، لأنه الكيزان ممكن يتعرضوا لنا في أي وقت. أنا كنت لو دخلت الحمام بيقفلوا علي برا. دي إحنا كنا بنعاني معاناة زي دي من الكيزان من سنة 2004، وهم عارفين المعلومة دي، هم عارفين المعلومة دي، لكن دايرين يبطلوا الحق بكلمة كوز.